معكم دكتور نشأة علي ومادة الهيستولوجي والمحاضرة 14. محاضرتنا تكون عن سكن الجلد. الجلد أكبر الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان، يمثل تحديدا 15 إلى 20% من إجمالي وزن الجسم. بالأشخاص البالغين تقدر مساحته 1.5 إلى 2 متر مربع كمساحة سطحية. طبعا الجسم يحيط العفو الجلد يحيط الجسم ويفصله عن البيئة الخارجية. أكثر من تسمية للجلد، عادة الكوتونيوس لاير، الطبقة المحيطية أو الطبقة الغطائية. أيضا الجلد يتكون من الأبيديرمس، الأبيديرمس نقصد بها البشرة، وهي الطبقة الأبيثيليال لاير، وهي الطبقة الظهرية اللي تكون أصلها الإكتوديرم. الأبيديرمس طبقة البشرة، هي طبقة ظهرية. أصل الطبقة، الأصل الجنيني لطبقة الأبيديرمس هي الإكتوديرم، طبقة الأديم الخارجي. أيضا عندنا طبقة الديرمس، طبقة الأدمة اللي تقع تحت البشرة مباشرة، و هذه الطبقة هي طبقة الميزوديرم كونكتيف تشو، هي طبقة الأديم، طبقة النسيج الكونكتيف، طبقة النسيج الضام اللي أصلها الجنيني هي طبقة الميزوديرم. أيضا أكو طبقة أخرى هي طبقة الهايبوديرمس، طبقة تحت البشرة، أو تعرف بالسبكوتينيوس، طبقة تحت البشرة. إذن طبقات الجلد الثلاثة هي الأبيديرمس، طبقة البشرة أصلها الجنيني الإكتوديرم، والديرمس طبقة الأدمة أصلها الجنيني الميزوديرم، وطبقة السبكوتينيوس لاير أو تعرف بطبقة الهايبوديرم، طبقة اللي تحت البشرة اللي تحت الأدمة. هذه تسلسل طبقات الجلد. أيضا في طبقة الأدمة، طبقة الأدمة تعرف أكو انحناءات في طبقة الأدمة باتجاه طبقة البشرة، تعرف بالديرمم بابلة اللي هي الحليمات الجلدية. هذه الحليمات هي امتدادات أو انحناءات من طبقة الأدمة باتجاه طبقة البشرة إلى الأعلى. طبقة البشرة، طبقة الأبديرم، طبقة البشرة بها عدة ملحقات أو عدة مشتقات تشتق من طبقة البشرة، منها الشعر والأظافر والسبشيوس أند سويت جلاند، الغدد العرقية والغدد الدهنية. طبعا هاي طبقة اللي طبقة ال... هاي في طبقة مشتقات من طبقة البشرة، في حين أنه طبقة الأدمة والطبقة السبكوتينيوس، الطبقة اللي تحت الأدمة، هذه طبقة من نسيج لوس كونكتيف تيشو لاير، من طبقة من نسيج عظام مفكك، تحتوي لنا أيضا على الأديبو سايتس، تحتوي لنا على الخلايا الشحمية. إذن مشتقات من طبقة البشرة الأبدير هي، أو نواتج طبقة البشرة هي الشعر والجلد، الشعر والأظافر والغدد الدهنية والغدد العرقية. أما ما موجود في طبقة الأدمة وطبقة السبكوتينيوس، طبقة تحت الأدمة، طبعا هي مكوناتها تحتوي لنا على، أو هي أصلا من نسيج ضام مفكك. طبقة الأدمة وطبقة تحت الأدمة هي أصلا نسيج ضام مفكك، هذا النسيج يحتوي لنا على خلايا دهنية. الطبقة اللي الوظائف، نتكلم الآن عن وظائف الجلد. وظائف الجلد شباب من المواضيع المهمة. وظائف الجلد راح نتكلم عنها من المواضيع المهمة، يعني يا أما تعددها تعداد فقط، هذه تعداد، أو كل وحدة وشنو مطلوب من عندها. إذن وظائف الجلد هي connection of the skin، وظائف الجلد من المواضيع المهمة. بروتكتيف اللي هي الوقاية، أول وظيفة للجلد هي الوقاية. بروتكتيف الوقاية، الجلد
يحمي الجسم، يكون كحاجز، حاجز يحمي الجسم من درجات الحرارة المرتفعة والعوامل الميكانيكية مثل الاحتكاك، وأيضا يحمي الجسم من المسببات المرضية وأيضا من الكائنات الحية الدقيقة. أيضا خلايا الجلد تحتوينا على الخلايا الليمفوسايت، الخلايا الليمفية، واللي هي الأنتيجين بروسيتين سيلز، اللي هي خلايا تنتج لنا، أيضا تحتوينا على خلايا تنتج لنا المستضدات اللي يرمز لها الأنتيجين بروسيتين سيلز، اللي هي يرمز لها اختصارا الـ APCS. هذه موجوده في طبقه الموجوده في الجلد. ايضا من ضمن خلايا الجلد، من ضمن وظائف الجلد، انه هو يعمل كاستجابه مناعيه ايضا، وايضا تحتوي لنا طبقات الجلد على خلايا الميلانين او الخلايا الصبغيه، تكون هذه متوفره يعني بكثره في تحمينا نواة خلايا الجلد من اليوفي، من الأشعة فوق البنفسجية، تحديدا في مناطق البشرة الداكنة. إذن أول وظيفة للجلد هو الوقاية، يقينا من المؤثرات الخارجية مثل الحرارة والعوامل الاحتكاك الخارجي، أيضا يقي الجلد من المسببات المرضية، كذلك ممكن بعض خلايا الجلد تنتج لنا المستضدات حتى تحمي لنا الجسم من المايكرو اورجانيزم، من الكائنات الدقيقه اللي تهاجم الجسم. وايضا يحتوي لنا الجلد بعض الخلايا، عاده الميلانوسايت، الخلايا الميلانين او الخلايا الصبغيه، تنتج لنا حبيبات الميلانين. هذه تتركز حول نواه الخلايا حتى تحمي لنا الحامض النووي، وايضا تحمي لنا الخلايا من الأشعة الخارجية اللي هي الأشعة اليوفي، الأشعة فوق البنفسجية. هاي بالنسبة للوظيفة الأولى للجلد. سنسوري اللي هي الحسية أو الإحساس بالمستقبلات الحسية. أيضا الجلد يحتوي لنا على أنواع من المستقبلات الحسية اللي تساعد على استقبال يعني الحركة الميكانيكية، وكذلك تنظم لنا التفاعلات اللي تتم، يعني تفاعل الجسم مع الأجسام المادية، الأجسام الأخرى. أيضا الثيرموغلوتاري اللي هي المنظم الحراري، يعمل الجلد كمنظم حراري، أي منظم درجة حرارة الجسم. الجلد يعمل كتنظيم لدرجة حرارة الجسم، هذه الوظيفة الثالثة، ينظم درجة حرارة الجسم ويجعل درجة حرارة الجسم درجة ثابتة. على سبيل المثال يحتوي لنا الجسم على الفاتي لاير، الطبقة الدهنية، هاي أيضا الطبقة الدهنية تمنع امتصاص وتسرب حرارة الجلد. أيضا يحتوي لنا على الهير، على الشعر، أيضا الشعر تحديدا الموجود بالرأس، هذا أيضا ينظم لنا درجة حرارة الجسم، وبالتالي تنظم درجة حرارة الجسم بين الدرجة المفقودة والدرجة المكتسبة. عادة التعرق من الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة بالطبقة السطحية، هاي تكون كفيلة بعملية فقدان الحرارة وبالتالي تنظيم درجة حرارة الجسم. الطبقة العفو الوظيفة الثالثة اللي هي الميتابوليك، اللي هي العمليات الأيضية. بعض الخلايا الموجودة في الجلد تنتج لنا فيتامين D3، وهذا الفيتامين مهم في عملية الكالسيوم ميتابوليزم، عملية أيض الكالسيوم، وبالتالي تكوين العظام، البون فورميشن، تكوين العظام. وبالتالي أيضا فيتامين D3 مع الأشعة يعني مع اليوفي، هذا راح يخلص لنا الجسم من الفيترولايتس اللي هي، وبالتالي عمليه ايضا التعرق و
احتواء الجسم على كميات من الدهن، هذا راح كميات من هذا راح ينطينا طاقة أو يخزننا كمية من الطاقة. الطاقة اللي موجودة بجسم الإنسان عادة يستفاد منها إما من المواد السكرية هذه المعلومة أو من المواد الدهنية. الطاقة اللي تنتجها المواد الدهنية هي أكبر بأربع أضعاف من الطاقة اللي تنتجها الكربوهيدرات أو المواد السكرية. هاي وظائف، أيضا بعد عندنا وظائف أخرى بس هذا السلايد تحديدا واضح شباب. السلايد الآخر واللي يتكلم بي عن السكشوال سيجوليتي اللي هو الإشارات الجنسية، أيضا بما أنه الجلد يمتاز بعدة مميزات من ضمنها الصبغة الموجودة بالجلد اللي عادت، وأيضا وجود الشعر. أيضا الجلد ينقل لنا الإشارات الجنس الإشارات بين الجنسين، وعندنا هاي بالنسبة للهيومنز بالنسبة للإنسان. بالنسبة للهرمونات اللي هي الهرمونات الجنسية اللي عادة موجودة بين الكائنات الأخرى، هاي تفرزها بعض الغدد الموجودة في الجسم، وأيضا تفرز أيضا عندنا الغدد العرقية الموجودة في الجسم. هذه الهرمونات الموجودة في الكائنات الحية تفرز لنا إفرازات تعمل على جذب الجنسين. أيضا عندنا ارتباط الديرم والإبيديرم، ارتباط البشرة والأدمة، هذا ارتباطها عادة عن طريق هذا الشكل. وضح لنا هذه الأخاديد اللي موجودة ضمن الأدمة واللي تربط الأدمة بمنطقة ارتباط الأدمة بالبشرة. عندنا عادة في منطقة البشرة عدد من الأخاديد والتجمعات الخلوية تكون على شكل حلقات أو على شكل أقواس. هذه الأخاديد أو الحلقات تعرف بال ديرموغلافيس. ديرموغلافيس هي معروفة ببصمة الأصابع، هذه هي عبارة عن تجمعات من الخلايا البشرة تكون على شكل حلقات أو أقواس تعرف ببصمة الأصابع أو بصمة الأقدام. الجلد عادة يعمل على يكون مرن، وبالتالي ممكن أنه يتمدد ويتوسع مثل ما موجود في الطبقات الخارجية للجلد. إذن أهم ما موجود في هذا السلايد هو النقطة الأخيرة من وظائف الجلد اللي هي نقل الإشارات الجنسية، وأيضا موجود عندنا الديرماتوغلافيس اللي هي بصمة الأصابع، وهي عبارة عن حلقات وأقواس موجودة في الطبقة الخارجية للبشرة، وهذه ممكن من خلالها يتميز عادة يعني يقال إنه ماكو بصمة تشبه البصمة الأخرى، وبالتالي هي حالة من التميز لجلد الإنسان. واضح شباب؟ لا، الأبيديرمس اللي هي البشرة، وراح نوضح كل جزء من أجزاء الجلد على حيادة. الأبيديرمس البشرة تكون البشرة عادة من ستيوتوفايت سكويموس كيلاتينيز أبيثيليوم اللي هو نسيج ظهاري خرشفي مطبق متقرن، نسيج ظهاري خرشفي مطبق متقرن، الكرياتوسايتوسيس اللي هي الخلايا الكرياتينية أو الخلايا المتقرنة. خلايا الكرياتينين هاي هي عبارة عن خلايا ميتة توجد في طبقة البشرة الخارجية، عدد من الخلايا الخرشوفية مغطاة بطبقة الكرياتين، بالتالي تموت هذه الخلايا الخرشوفية عن طريق فقدانها للنواة. وهذه الصفة المميزة بالبشرة انه الابيديرمس ان تحتوينا على الكرياتو سايتوسيس اللي هي الخلايا الكرياتينية. عندنا ثلاث انواع مهمة، ثلاث انواع من الخلايا موجودة في طبقة البشرة، ثلاث انواع من الخلايا موجودة ابيديرم سيل تايبس، ثلاث انواع من الخلايا موجودة بطبقة البشرة. النوع الأول هو الميلانوسايت،
الخلايا الميلانيه او الخلايا الصبغيه الميلانوسايت. النوع الاخر اللي هو لينجر هانس سيلز، خلايا لينجر هانس او الانتجين بروسيسنج لينجر هانس سيلز، اذا خلايا لينجر هانس. النوع الاخر اللي هو الميركل سيل، الميركل سيل. اذا ثلاث انواع خلايا مميزه في طبقه البشره هي كالتالي، اعيد ثلاث انواع، هاي المعلومه ايضا ثبتها يهمك، ثلاث انواع موجوده، ثلاث انواع خلايا موجوده في طبقه البشره اللي هي الميلانوسايت واللينجر هانس سايت سيلز العفو، والميركر سيلز اللي هي خلايا مد. واضح شباب؟ البشره واضح منين تتكون؟ واضح دكتور. البشره منين تتكون؟ سكويموس كرياتينيز ابيثيليوم، هذا النسيج المكون للبشره. انواع الخلايا الموجوده بالبشره ثلاث انواع، طبعا هو خطا، اكيد خلايا حور شوكيه موجوده، بس الخلايا المميزه الاخرى الموجوده ثلاث انواع من الخلايا الموجوده في الابيديرم اللي هي الميلانوسايت واللينجر هانس سيلز والميركر سيلز. واضح شباب هاي المعلومه؟ واضحه دكتور. عندنا البشره او الجلد عاده يقسم الى جلد ثيك سميك وجلد رقيق، جلد سميك وجلد رقيق. تقسيم هذا يعتمد على مدى سمك طبقة البشرة. يقال إنه أكو جلد سميك وجلد رقيق. طبعاً الجلد السميك وين موجود؟ موجود براحة اليد وأخمس القدم فقط. الجلد السميك موجود في راحة اليد وأخمس القدم. الجلد الرقيق بقية أجزاء الجسم كلها جلد رقيق. الجلد السميك طبعاً والجلد الرقيق هو اعتماداً على مدى سمك طبقة البشرة. مدى سمك طبقة البشرة. بالجلد السميك طبقة البشرة تتراوح من 75 إلى 150 مايكرون، أو تصل من 400 إلى 1400 مايكرون. هاي بالبشرة السميكة. واضح شباب؟ إذا أكو مصطلح جلد سميك وجلد رقيق. الجلد السميك موجود وين؟ بأخمس القدم وراحة اليد. وجلد رقيق بقية أجزاء الجسم هو كله جلد رقيق. شنو اعتمدوا على طبق الجلد رقيق أو سميك؟ اعتمدوا على مدى سمك الأبيديرم، مدى سمك البشرة. بالجلد السميك البشرة تصل سمكها من 75 إلى 150، أو قد تصل من 400 إلى 1400 مايكرو. هاي بالجلد، أو ما نسبته 1.4 ملم، هاي بالثيك سكين بالجلد السميك. عندنا هاي بالجلد السميك وبالنسبه للجلد السميك والجلد الرقيق. كل انواع الخلايا الظهريه، كل انواع الخلايا الظهريه هي طبعا خلايا اللي هي سكوماس ابيثيليوم، الخلايا الظهريه الحرشوكيه المطبقه المكونه للجلد. احنا سبق وان اخذنا النسيج الظهري، قلنا النسيج الظهري يخلو من الامداد الدموي، يخلو من الاوعيه الدمويه. واضح؟ اذا الخلايا الظهريه للبشره ايضا تخلو من الاوعيه الدمويه الدقيقه كتراكيب دقيقه المايكروستركتشر، وبالتالي راح طبقة البشرة راح تتغذى بالمواد الغذائية والأكسجين عن طريق الانتشار من طبقة الأدم. واضح؟ طبقة الأدم اللي تحتها هي اللي تغذي طبقة البشرة بالأكسجين والأوعية الدموية. ليش؟ لأن طبقة الأدم مكونة من اللوز كونكتيف تيشو اللي هو النسيج الضام المفكك، والنسيج الضام يحتوي لنا على أوعية دموية وأعصاب، وبالتالي هو اللي راح يغذينا طبقة البشرة بالمواد الغذائية والأكسجين. واضح شباب؟ واضح. واضح عزيزي؟ واضح دكتور. أدم طبعا تتكون البشرة من أربع طبقات من الخلايا الكرياتينين، كرياتو سايتس، اللي هي أربعة أو خمس خلايا كرياتينين.
ننتقل إلى الطبقة القاعدية. الطبقة القاعدية بالبشرة اللي هو البازل لاير، واللي يسموها الستريتيوم بازل، اللي هي الطبقة القاعدية أو الخلايا القاعدية الموجودة في البشرة. عادة هذه الطبقة هي مكونة من خلايا مكعبة أو خلايا عمودية، كلوبيدال أن كلومينال سيل، خلايا مكعبة أو خلايا عمودية، توجد على البزمت ممبرين، توجد على النسيج القاعدي اللي يفصل لنا الأدمة عن البشرة. الطبقة الأولى لطبقات الأدمة هي الطبقة القاعدية أو الطبقة القاعدية، راح تتكون من طبقة واحدة من الخلايا المكعبة أو الخلايا العمودية، تستند على الغشاء القاعدي. الهيدوموسومات هذه تراكيب خلوية موجودة في الخلايا القاعدية، الصفيحة القاعدية، والديسومات اللي هي التراكيب اللي خلوية اللي تربط الخلايا القاعدية مع بعضها البعض، مع الخلايا الأسطح الجانبية تربط الخلايا القاعدية مع بعضها البعض، وعادة تمتاز بنشاط انقسامي. الطبقة القاعدية شباب هي الطبقة عادة تحتوينا على خلايا، قد تكون خلايا خام، هذه الخلايا ممكن أنه تتحفز الانقسام وإنتاج خلايا، وبالتالي تعويض الخلايا التالفة أو الخلايا الميتة الموجودة في طبقة البشرة. بالتالي إمداد طبقة البشرة بالخلايا راح يجينا من خلال هذه الطبقة، من خلال الطبقة القاعدية، ليش؟ لأنها نشطة في عملية انقسام الخلوي. واضح عزيزي؟ بالإنسان عادة طبقة البشرة أو طبقة الأبديمس راح تتجدد كل 15 إلى 30 يوم. طبقة البشرة راح تتجدد وراح تمتد، راح تجيها خلايا من الطبقة القاعدية، خلايا جديدة من الطبقة القاعدية، عادة تتجدد كل 15 إلى 30 يوم. طبعا هاي المدة راح تعتمد على عمر الإنسان ومنطقة الجسم وعوامل أخرى. طبعا الطبقة الكرياتينية أو الخلايا الكرياتينية راح تحتوي لنا على مجموعة من خيوط الكرياتين، هذه الخيوط قطر كل خيط هو 10 نانومتر، وهذه راح تزداد كمية خيوط الكرياتين، بالتالي راح تمد لنا الخلايا الكرياتين الموجودة في طبقة البشرة. إذن الطبقة شكل توضيحي يوضح لنا طبقات البشرة وتحديدا الموجودة في الجلد السميك layers of dermis in thick skin اللي هو طبقات البشرة الموجودة في الجلد السميك. هذه هي طبقات البشرة. طبعا هذا شكل توضيحي وهذا مقطع نسيجي، هذا على يمينك شكل توضيحي يوضح لنا كم طبقة من طبقات السكويموس ابيثيريال تشو اللي هي طبقات الحرشوكية المطبقة، جاي تلاحظ كم طبقة، هذه كون هاي طبقة البشرة. لاحظ هذه الطبقة بالمقطع النسيجي اللي أمامي، هذا بالجلد السميك. وقلنا الجلد السميك وين موجود عادة؟ يا مناطق بالجسم موجود شباب، الجلد السميك وين موجود يا مناطق؟ نحن حاجة موجود يد وأخمص. طبقات البشرة في الجلد السميك، وهذا شكل للتوضيح. واضح شباب؟ هاي البشرة وهاي الطبقات، هو نذكر طبقات البشرة بالتحديد. كل طبقة راح نذكرها بالتحديد. هسه عندنا الطبقة السبينوس لير اللي هي ستيتيوم سبينوسيوم، هاي الطبقة تعرف بالطبقة الشوكية.
هاي الطبقة الشوكية. طبعا هاي أكثر طبقات البشرة سمكا، هاي الطبقة أكثر طبقات البشرة سمكا، هاي اللي هي هذه الطبقة أكثر طبقات البشرة سمكا، تحتوي لنا على خلايا ذات بروزات بروتوبلازمية تعرف بالخلايا الشوكية. الخلايا الموجودة هنا متعددة السطوح، نوع يصنع لنا الكرياتين، طبعا تقع فوق الطبقة القاعدية، هاي الطبقة فوق الطبقة القاعدية، وأخرى اللي هي الطبقة الجرثومية. أيضا تحتوي لنا الجلد السميك، طبقة الجلد السميك تكون هذه الطبقة أكثر عرضة للاحتكاك، عادة في مناطق أخمص القدمين. الطبقة الشوكية تكون سميكة وعادة ما تحتوي لنا على الفايبروس، على الألياف وعلى الديسومات اللي هي الخلايا التراكيب الخلوية اللي تربط الخلايا مع بعضها البعض. إذن الطبقة هنا عن الجرانولار لير اللي هي ستراتوم جرانوليزم، اللي هي الجرانولار لير اللي هي الطبقة الحبيبية، الطبقة الحبيبية بعد الطبقة القاعدية والطبقة الشوكية عندنا الطبقة الحبيبية. هذه الطبقة الحبيبية تكون من 3 إلى 5 طبقات من الخلايا المسطحة. طبعا هذه الطبقات الخلايا، هاي خلايا السيتوبلازم لها هو سيتوبلازم يعني سيتوبلازم كثيف ومملوء بالخلايا، مملوء بالتراكيب، تراكيب خلوية، يعني تراكيب خلوية تحتوي لنا على الكيراتينيزيشن اللي هو الحبيبات الكرياتينية أو الحبيبات الكرياتينية موجودة ضمن السيتوبلازم هذه، وبالتالي سميت بالطبقة الحبيبية لأنه الخلايا هي خلايا حبيبية، سيتوبلازم هذه الخلايا تحتوي لنا على حبيبات الكرياتين. هذه الطبقة أيضا ما تحتوي لنا على الألياف، وأيضا مميزات هذه الطبقة، مميزات هذه الطبقة طبقة الطبقة الحبيبية، الصفائح اللي تنتجها الصفائح اللي تنتجها هاي الصفائح تنتجها تراكيب بيضوية، صفائح على شكل تراكيب، صفائح تنتجها أجسام كولجي، هي عبارة عن تراكيب بيضوية حجمها 100 × 300 نانومتر. هذه الصفائح تكون بيضوية الشكل وتحتوي لنا على مواد دهنية وسكريات جلايكوليبيد وسكريات أيضا دهنية أو دهون سكرية، أيضا تكون نشطة في إنتاج الكرياتين، وأيضا أول ما ظهرت هذه الطبقة ظهرت في الزواحف، يعني أول ما اكتشفوها في الحيوانات الزاحفة. الطبقة الأخرى من طبقات البشرة هي الطبقة ميسيديوم، ستيتيوم ميسيديوم اللي هي الطبقة الصافية، الطبقة الصافية. لاحظوا هذه الطبقة موجودة في الجلد السميك وهي طبقة رقيقة وشفافة، وهذه الطبقة تحتوي لنا على الخلايا الكرياتينيز الحامضية، وهذه الطبقة هي سيتوبلازم إلها، سيتوبلازم شفاف وتكون تعرف بالطبقة الشفافة.
الطبقة اللي بعدها هي الطبقة المتقرنة. هذه الطبقة المتقرنة هي عبارة عن 15 إلى 20 طبقة من الخلايا الحرشفية المتقرنة. هذه الخلايا تكون مملوءة بالخيوط الكرياتينية وتحتوينا عادة على سلسلة من خيوط الكرياتينين اللي تكون 6 خيوط من مادة البيبتيدات. إذن طبقة الميلانوسايت اللي هي الخلايا الميلانية أو الخلايا الصبغية. اللون الموجود في الجلد هو عادة جاينة من فعالية أو نشاط الخلايا الميلانين. الخلايا الميلانية هي خلايا تنتج حبيبات الميلانين وهي مسؤولة عن إظهار الصبغة في الجلد. واضح شباب؟ فكلما كان طبعا هاي صبغة الميلانين تنتج في ميلانوسايت وتخزن في الكرياتينيت سيلز في الخلايا الكرياتينية. واضح؟ تنتج في الخلايا الميلانين وتخزن في الخلايا الكرياتينية. والمسؤول عن إظهار اللون في الجلد هي الميلانوسايت. واضح شباب؟ واضح دكتور. إذن الميلانوسايت هو لون الجلد يتأثر أو هو ناتج هو جاي ناتج من العديد من العوامل. أهم هذه العوامل هو محتوى الخلايا الكرياتينية من الميلانين والكاروتين والأوعية الدموية. إذن يعتمد لون الجلد على مدى احتواء الكرياتوسايتس الخلايا الكرياتينية على الميلانين. الخلايا الكرياتينية هي خازن الميلانين مو منتج الميلانين. شباب الميلانوسايت خلايا الميلانين هي تنتج حبيبات الميلانين. وين تخزن حبيبات الميلانين؟ في الخلايا الكرياتينية. واضح؟ تخزن في الخلايا الكرياتينية. إذن مسؤول عن إظهار اللون في الجلد هي مجموعة من العوامل، منها محتوى أو ما مخزون في الخلايا الكرياتينية من ميلانين زائدا الكاروتين والأوعية وعدد البلاد فيزلز عدد الأوعية الدموية الموجودة في الأدم. هذا هو مسؤول عن إظهار لون الجلد. الأمولينين اللي هو عادة الصبغة اللي تكون صبغة سوداء أو صبغة بنية تنتجها الميلانوسايت الخلايا الميلانين. تنتجها الخلايا الميلانية. هذه الخلايا الميلانية هي خلايا متخصصة موجودة في البشرة وتوجد عادة بين الخلايا القاعدية وبصيلات الشعر. ومسؤول عن إظهار اللون الأحمر بالشعر هو صبغة الفينوميلين ميلينين. فينوميلين هي مسؤول عن إظهار اللون الأحمر الشعر. إذن الميلانوسايد هي خلايا صبغية تنتج الحبيبات الميلانية لحبيبات الصبغية. وين تخزن الحبيبات الصبغية؟ في الخلايا الكرياتينية. واضح؟ حتى لا تدخلون بهاي العبارة، الميلانوسايد هي اللي تنتج الميلانين بس يخزن في الخلايا الكرياتينية. أيضا مسؤول عن اللون هو الميلانين والكرياتين والعدد أعداد الأوعية الدموية الموجودة في طبقة الأدم. واضح شباب؟ شو من الخلايا البشرة الجنينية في الطبقة القاعدية يعني حسبوا كل خلية ميلانية موجودة في البشرة يعني تكون جوارها أو يحيط بها 5 إلى 6 خلايا كرياتينية قاعدية. واضح؟ وين؟ بكل 600 إلى 1200 مليمتر مربع بالجلد. كل خلية ميلانية تحيط بها 5 إلى 6 من الخلايا الكرياتينية في مساحة 600 إلى 1200 مليمتر مربع. ال
يعني التركيب الدقيق للخلايا الميلانين، التركيب الدقيق لها ويحتوي لنا على الميتوكوندريا، ويحتوي لنا ايضا على تراكيب من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، وايضا على اجهزه كولجي، ايضا موجوده اجهزه كولجي متطوره. المحفز الاول لانتاج الميلانين هو يعني هرمون تيروسينيز. التيروسينيز هو الهرمون اللي يحفز انتاج حبيبات الميلانين، واضح؟ طبعا هذا يشتق، هذا الانزيم يشتق من اجسام كولجي، من فويصلات من اجسام كولجي باتجاه السيتوبلازم، وهذا الهرمون هو يحول لنا او يحفز لنا نشاط التيروسين، يحوله الى ثلاثة، يعني هذا التركيب هذا المركب 3-4 الهيدروكسي فينالينين، وبالتالي يحفز لنا على انتاج حبيبات الميلانين. اذا المهم انه تعرف المحفز الاول لانتاج الميلانين هو هرمون التيروسين، واضح؟ هو هرمون التيروسين او انزيم التيروسين. يعني هذا الباقي مو ذاك، بس هو اهم شيء تعرف لنا هاي المعلومه شباب. هذا السلايد بيحكي كثير من الكلام، هذا الكلام سبق وان قلناه، اللي هو الخلايا الميلانيه تنتج في الميلانين، تنتج في الخلايا الميلانيه وتخزن في الخلايا الكرياتينيه. وايضا هنا نتكلم عن انه الخلايا الميلانيه، الحبيبات الميلانيه هي تحيط وتحافظ على محتوى الدي ان اي داخل النواه، تحافظ عليه من تاثير اشعه الشمس او الاشعه الفوق البنفسجيه، وبالتالي كل ما تزيد الاشعه، اشعه الشمس راح تزيد الميلانين في انتاج الخلايا الميلانيه في انتاج الميلانين، وبالتالي تكون تحيط بالنواه الخلايا اكثر بشكل اكثر، وبالتالي تراكم اللون الغامق في الجلد. بمعنى انه يعني الاشخاص اللي يسكنون في محيط خط الاستواء او على جانبي خط الاستواء اللي يتعرضون لاشعه تركيز عالي من اشعه الشمس راح تكون بشرتهم اكثر داكنه اكثر. ليش؟ لانه الميلانين او الخلايا الميلانين تنتج لنا الميلانين، وبالتالي يحيط لنا بالنواه، نواه الخلايا، نواه خلايا الجلد حتى يحميها من اشعه الشمس. فكل ما زيد اشعه الشمس راح تزيد انتاج الميلانين، والميلانين يمتاز باللون الغامق، فبالتالي يطغى اللون الغامق على بشرة الأشخاص اللي يسكنون في مناطق قريبة من خط الاستواء يتعرضون إلى تركيز عالي من أشعة الشمس. واضح شباب؟ الآخر هذه شكل توضيحي، هذا شكل توضيحي، هذا مقطع نسيجي يوضح لنا خليتين من الخلايا من الميلانوسايتس، خلايا الميلانين، واضح؟ هذه وهذه. الشكل الأسفل منه هو مخطط لخلية ميلانين، هاي خلية ميلانين راح تنتج لنا حبيبات الميلانين اللي تنتشر في الخلايا الكرياتينية اللي تحيط بخلية الميلانين، واضح؟ شوف هاي الخلايا الميلانين، خلايا الكرياتيني، هاي هذه 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 كلها خلايا كرياتين تحيط بخلية الميلانين اللي هي هذه. راح نلاحظ تركيز حبيبات الميلانين داخل الخلايا الكرياتينية. إذن الخلايا الكرياتينية تعد مستودع وخازن لحبيبات الميلانين، واضح؟ وتحديدا وين تتجمع حبيبات الميلانين داخل تحيط بنواة الخلايا الكرياتينية. لاحظ هاي حبيبات الميلانين تتجمع تحديدا حول نواة الخلايا الكرياتينية، واضح شباب؟ هذا الشكل اللي على يمينك هو لخلية ميلانين، بس هذا مأخوذ بالمجهر الإلكتروني، مأخوذ بالمجهر الإلكتروني، ولاحظ حجم خلية الميلانين وهذه تراكيز مادة الحبيبات الميلانين.
هذا مأخوذ صورة مأخوذة بالمجهر الإلكتروني. وضح لنا الخلية الميلانين. ننتقل إلى اللانجرهانس، خلايا لانجرهانس اللي موجودة ضمن خلايا البشر، أنتجين بريسيتينج سيلز اللي هو تسمى يعني الخلايا اللي تقدم لنا الأنتجينات اللي تدخل ضمن يعني الدفاع أو المناعة للجلد، ويرمزوا لها بالAPCS وتعرف باللانجرهانس سيلز اللي هي خلايا لانجرهانس. طبعا تعمل مع المونوسايت، تعمل مع الخلايا الوحيدة في الدفاع عن الجسم وتقدم لنا المناعة ضد الكائنات الغريبة. تواجد هذه الخلايا هي من 2-8% ضمن خلايا الأبديرم، ضمن خلايا البشرة، وممكن أنه نلاحظها موجودة في السبينوس لير في الطبقة الشوكية. خلايا اللانجرهانس ممكن نلاحظها ضمن الطبقة الشوكية. حجمها بالنسبة للبشرة هو 2-8% من خلايا الأبديرم، من خلايا البشرة. الكائنات المايكرو أورغانيزم، الكائنات الدقيقة والكائنات الحية ممكن أنه تخترق لنا البشرة، وبالتالي الخلايا لانجرهانس ممكن أن تسبب استجابة مناعية أو استجابة مناعية ضد هذه الكائنات الدقيقة. طبعا تعمل مع اللمفوسايت، تعمل مع الخلايا اللمفية الموجودة ضمن البشرة، والخلايا لانجرهانس زائد الخلايا اللمفاوية هي تشكل لنا المناعة الموجودة اللي تنطي المناعة للجلد. هذه الخلايا بسبب موقع هذه الخلايا في الجسم ايضا تتجنن هذه الخلايا الانتيجينيك مولكولر اللي هي تنتجن الجزيئات المستضدية او المستضدات، وبالتالي تنطينا للجلد المناعة وتوفر لنا الوظيفة المناعية للجلد. اذا خلايا لانجرهانس مع الليمفوسايت ممكن ان تنتجن المستضدات حتى تحمي الجسم، بالتالي توفر لنا وظيفة مناعية مهمة للجلد. الخلايا الأخرى هي النوع الثالث من الخلايا الموجودة في البشرة هو الميركل سيل خلايا ميركل. هذه الخلايا هي خلايا ظهارية لمسية، أي هي مستقبلات حسية ميكانيكية تكون ضرورية للإحساس باللمس، وهذه الخلايا أيضا تقع ضمن الخلايا الطبقة القاعدية، وتوجد بشكل كثير في المناطق أطراف الأصابع وقرب بصيلات الشعر. هذه الخلايا خلايا ميركل توجد في بشكل كثير، لأنها مسؤولة عن نقل الإحساس أو الإعاز العصبي، فبالتالي توجد في مناطق الجلد تحديدا بشكل كثير في مناطق أطراف الأصابع وفي قاعدة بصيلة الشعر. تحتوي لنا خلايا ميركل على حبيبات صغيرة، هذه الحبيبات منشأها هو جهاز كولجي، أيضا تحتوي لنا على حبيبات بيبتيدين، وترتبط هذه الخلايا بالمناطق السطحية للخلايا الحسية.
ايضا هذه الخلايا ممكن ان تختار قلنا الطبقه القاعديه. اذا خلايا ميركل هي خلايا حسيه تعمل كمستقبلات ميكانيكيه حسيه ضروريه للاحساس باللمس. هذه الخلايا توجد في الطبقه القاعديه للبشره، وعاده تحديدا اكثر كثافه لهذه الخلايا في مناطق اطراف الاصابع وقرب قاعده بصيلات الشعر. هذا ما يخص خلايا ميركل. واضح شباب؟ وضعت اللي هي الادمه. الادمه تقع ضمن النسيج الضام اللي هو مباشره تحت البشره. الادمه مباشره تقع تحت البشره، والمكون لها هو الكونكتيف تشو، نسيج ضام تحديدا اللوس كونكتيف تشو اللي هو نسيج الضام المفكك. طبعا خلايا الادمه راح تدعم خلايا البشره وتربط خلايا البشره بالطبقه اللي تحتها اللي هي السبكوتينوس تشو اللي هو النسيج اللي تحت الجلد اللي يعرف بالهايبوديرمس او الطبقه اللي تحت الادمه. السمك طبقه الديرمس، سمك طبقه الديرمس طبقه الادمه سمكها راح يختلف حسب مناطق الجسم. اقصى سمك لها يصل الى 4 ملي. البشره تمتاز باحتوائها على مناطق يعني مناطق متعرجه تعرف بالديرمال بابيلا اللي هي الفليمات الجلديه. فليمات الجلديه، هذه الفليمات راح تتداخل، هذه الفليمات راح تتداخل مع البشره. هذه الفليمات، هذا شوف التوضيح يوضح لنا، هذه الفليمات اللي هي هذه راح تتداخل، المنعرجات راح تتداخل مع طبقه البشره. هي عمليات الضغط المتكرر مرن هو اللي يفصل لنا بين الطبقة القاعدية وطبقة الأدم. غشاء القاعدي هو اللي يفصل الطبقة القاعدية الطبقة الأولى من البشرة بالأسفل، يفصل غشاء القاعدي بينها وبين طبقة الأدم. طبعا من خلال طبقة الأدم راح تنتشر المغذيات او العناصر الغذائيه تنتشر الى الخلايا الكرياتين الموجوده في البشره، وكذلك طبقه الأدم ممكن انه تزود طبقه البشره من خلال الاوعيه الموجوده بالأدم، ممكن تزود طبقه البشره بالمواد الغذائيه قلنا والاكسجين عبر الغشاء القاعدي. اذا طبقه الأدم قلنا راح تحتوي لنا، هذه طبقه الأدم راح تحتوي لنا على اوعيه دمويه واوعيه لمفاويه واعصاب. ممكن طبقه البشره تزود لنا، العفو طبقه الأدم تزود لنا طبقه البشره بالمغذيات والاكسجين من خلال اختراقها للغشاء القاعدي اللي هو اسفل الطبقه القاعديه لطبقه البشره. واضح؟ وهاي طبقه الأدم تربط طبقه البشره بالطبقه تحت الأدم. واضح شباب؟ اذا هي طبقه وسط. واضح شباب؟ واضح دكتور. واضح. راح تحتوي لنا على طبقتين فرعيتين. طبقة الأدم راح تحتوي لنا على طبقتين فرعيتين اللي هي الدين بابلي لاير اللي هي الطبقة الفليمية الرقيقة، وهذه الطبقة تشمل الحليمات الجلدية اللي تقع ضمن النسيج الضام، وايضا تشمل لنا على الياف، تحتوي لنا ايضا على الياف الكولاجين من النوع الاول والثالث، وايضا تحتوي لنا على الفايبروبلاسس اللي هي الارومات الجلديه او الخلايا الجلديه، ايضا تحتوي لنا على الماتسيل اللي هي الخلايا البدينه، وتحتوي لنا ايضا على الخلايا الجذعيه، وتحتوي لنا على الليكوسايت كريات الدم البيض. هاي بالنسبة للطبقة الفليمية الرقيقة.
يوندرنج ريتيكولا لاير اللي هي الطبقة الشبكية السفلى، طبقة الشبكية السفلى. هذه الطبقة تكون أكثر سمكا من الطبقة اللي قبلها، هذه الطبقة تكون أكثر سمكا من الطبقة اللي قبلها. النسيج الضام لها هو نسيج كثيف غير منتظم. نسيج الضام لها يكون الدنس ريجولار كونكتيف تشو، يكون نسيج ضام كثيف غير منتظم. هذه الطبقة من طبقات الأدمة تحتوينا على ألياف الكولاجين من النوع الأول، وبالتالي هذه راح تحتوينا على ألياف أكثر وخلايا أقل. طبقة الأدمة قبلها تحتوينا على ألياف ومجموعة من الخلايا، من ضمنها الخلايا الليفية، من ضمنها الماتسير، من ضمنها الخلايا الجذعية، من ضمنها خلايا كرات الدم البيضاء. هذه بالطبقة الرقيقة الأولى. الطبقة اللي بعدها اللي قلنا طبقة الشبكية السفلى تكون أكثر سمكاً، هذه الطبقة تحتوينا على ألياف أكثر وخلايا أقل. ألياف أكثر وخلايا أقل. أيضاً تحتوينا على الستيك فايبرز، تحتوينا على الألياف المرنة، شبكة من الألياف المرنة. وهذه الألياف المرنة هي تنطينا المرونة لطبقة هي تعطينا المرونة للجلد. هذه الألاستيك فايبرز، الألياف المرنة هي اللي تخلي الجلد أكثر مرونة. بين الكولاجين والألاستيك فايبرز توجد الفروتوغلاغانز، تكون غنية بالكبريتات في منطقة الجلد، وتكون غنية بالأوعية الدموية والأوعية الليمفية. الأوعية اللي تغذينا طبقات الأدمة، أكثر الأوعية المغذية لطبقات الأدمة عندنا الطبقات الجلدية الحليمية أو طبقة الحليمية الشبكية، الطبقة الحليمية الشبكية تحتوينا على أوعية دموية، وتحتوينا أيضا على شبكة غنية من الأوعية الدموية تقع أسفل البشرة. هذه الطبقة تحتوينا على الأوعية الدموية. الطبقة الأخرى أيضا تحتوينا على أوعية دموية وأوعية لمفية، هاي تكون مواجهة للأدمة وتقع بين الأدمة وطبقة تحت الأدمة، تقع بين الأدمة وطبقة سبكة النسيج وتحت الأدمة. هاي التغذية اللي هي الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنها توفر يعني الإمداد الغذائي لطبقة الأدم، أيضاً تعمل على تنظيم درجة، تعمل على تنظيم يعني تعمل وظيفة وظيفتها أيضاً تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم أو درجة حرارة الجلد من خلال يعني من خلال تدفق أو عملية سريان الدم داخل الطبقة الحبيبية. يقل هذا الدم في حالات ارتفاع الحرارة، بالتالي في الظروف الباردة، إذن في حالات يعني الجسم بالجو البارد ما يفقد حرارة، هو يكون الإمداد الدموي لهذه الطبقة تكون قليل، ويزيد تدفق الدم أو سريان الدم داخل هذه الأوعية في حالات فقدان الحرارة وفي حالات الأجواء الحارة، وبالتالي يساعدنا على أن تكون درجة حرارة الجسم ثابتة. إذن هذه الأوعية الدموية بالإضافة إلى توفيرها المغذيات لمناطق الأدم ومناطق البشرة لها وظيفة أخرى، هي وظيفة التنظيم الحراري، فتعمل على انه انخفاض تدفق الدم داخل الأوعية، بالتالي يقل فقدان الحرارة في حالة الأجواء الباردة، وبالعكس يزيد تدفق الدم، وبالتالي
في أجواء الحارة، وبالتالي يحافظ على ثبات درجة الحرارة بالنسبة للجلد والجسم بشكل عام. أيضا طبقة الأدمة تحتوي لنا على ألياف حسية أو ألياف عصبية حسية بشبكة بطبقة الأدمة الحليمية، أو أيضا تحيط ببصيلة الشعرة. هذه تعمل كمستقبلات حسية، تعمل هذه كمستقبلات حسية، وبالتالي الإحساس بالعوامل الحسية للجلد. إذن طبقة الأدمة تحتوي أيضا على ألياف حسية تنقل الإعاز العصبي من خلال طبقة الأدمة. واضح شباب؟ يوضح لنا المستقبلات اللمسية في طبقة الأدمة، هذه باللون الأصفر مجموعة من الجسيمات الحسية اللي توفر لنا الإحساس بعملية الضغط أو عملية اللمس. عادة بعضها يكون يعني ملاصق أو قريب لبصيلة الشعر، وبعضها يكون أقرب إلى منطقة يخترق منطقة الأدم ويصل إلى منطقة البشرة. هذا شكل يوضح مستقبلات الحسية في منطقة الأدم. السبقة تشو هو النسيج تحت الجلد، هذا هو عبارة عن لوس كونكتيف تشو، نسيج ضام مفكك. هذا أيضا يسمى بالنسيج أو الطبقة اللي تحت الجلد، يحتوي لنا هذا على خلايا شحمية أو خلايا دهنية. هذه الخلايا تختلف من ناحية العدد ومن ناحية مناطق الجسم اعتمادا على الحالة الغذائية للجسم. طبعا هذا يوفر لنا الإمداد من الأوعية الدموية للجسم. في هذه المنطقة، هذه المنطقة تعزز عملية الامتصاص، تعزز أو تدعم عملية الامتصاص لعادة امتصاص الإنسولين وامتصاص الأدوية اللي تنحقن تحت الجلد في هذا المنطقة من النسيج. إذن هذه المنطقة تحتوي لنا أيضاً، جاء لاحظ اللون الأصفر هو كثافة الخلايا الدهنية موجودة في منطقة السبقة النص. هذه المنطقة ممكن أن تحقن فيها الإنسولين وتحقن فيها عدد من الأدوية، لأن هذه تعززنا عملية الامتصاص في الجلد. العوامل الحسية، موضوع الآخر اللي هو عوامل الحسية. السطح الخارجي أو السطح الكبير والموقع الخارجي للجلد يأهله أنه يقوم بوظيفة استقبال الإحساس أو استقبال المحفزات الحسية من النسيج الخارجي. إذن كبر السطح الخارجي وموقع الجلد هو أهله يعمل كجهاز استقبال المحفزات الخارجية من البيئة الخارجية. المستقبلات الحسية موجودة منتشرة وبأنواع متعددة داخل الجلد، منها النهايات العصبية، ومنها أنه الألياف الحسية، وعادة هذه النهايات العصبية تكون محاطة بكبسولة من نسيج ضام. وهذه المستقبلات الحسية قسمت إلى عدة أنواع بالشكل التالي. هي الميركل سيل، أول خلايا حسية هي الميركل سيل، الخلايا نهايات عصبية متوسعة، تمتاز أنه نهايات عصبية متوسعة. تعمل هذه الخلايا على تعمل كمستقبلات نشطة للضوء المستمر، وكذلك الإحساس أو الاستشعار باللمس. النوع الآخر اللي هو النيرف إيدينج، اللي هو النهايات العصبية، هذه موجودة في منطقة البابلير
ديرمس اللي هي منطقة الأدمة الحليمية، وهذه تستجيب لارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، كذلك تستجيب للإحساس بالألم والحكة، هذه الخلايا الحسية. النوع الآخر اللي هو الخلايا الجذور الشعر، يعني أو جسيمات جذور الشعر، هاي شبكة من الألياف الحسية اللي تحيط بقاعدة بصيلة الشعر، توجد في الأدمة وتكتسب أو تكتشف العفو حركة الشعر. أيضا النوع الآخر هو المايسنر، جسيمات مايسنر، وهذه هي تراكيب يعني غير منتظمة الشكل أو هليجية الشكل، أبعادها 30 إلى 75 في 50 إلى 150 مايكرون، تتكون من محاور عصبية تقع بين خلايا شوان وترتب بشكل عمودي في الحليمات الجلدية. توجد مايسنر، توجد جسيمات مايسنر في أطراف الأصابع وأخمص القدمين، وهذه الجسيمات ممكن أنه يقل عددها وتتناقص في حالة الكبر والشيخوخة. الجسيمات الأخرى اللي هي البايسيني، جسيمات بايسيني، هذه تراكيب بيضوية الشكل أبعادها 0.5 إلى 1 مايكرون، توجد في الطبقة الشبكية من الأدمة تحت الجلد وتحاط بكبسولة خارجية. عدد الصفيحات اللي تحيط بها بالكبسولة الخارجية هي 15 إلى 50 صفيحة، متخصصة هذه للإحساس باللمس أو الضغط المستمر والإحساس بالاهتزازات. موجودة هذه، توجد هذه الجسيمات بايسيني، توجد في جدار المستقيم والمثانة البولية. النوع الآخر اللي هو الكاريوس اند بوبل، اللي هو تراكيب بسيطة بيضوية في الشكل مغلفة بكبسولة رقيقة من ألياف الكولاجين، تخترق بواسطة ألياف حسية، تدخلها هذه الألياف الحسية وتوجد في المناطق الحساسة وتستشعر الاهتزازات منخفضة التردد، اهتزازات منخفضة التردد. الروفيني أيضا جسيمات روفيني على شكل كبسولة من الكولاجين مغزلية الشكل، مثبتة ضمن نسيج ضام، وهذه تحيط هذه الكبسولة تحيط بمحور من الخلايا العصبية الحسية، تتحسس لنا حالة التمدد والالتواء في الجلد. إذن مجموع الخلايا الحسية الموجودة، هذه هي الخلايا الحسية، كل خلية